اهلا بكم مشاهدينا مره اخرى، ونكمل معكم التغطيه الخاصه حول نتائج اللجنه المشكله لاعلان نتائج المتحصله لاستشهاد عدد من المتظاهرين قبل يومين، وكذلك مظاهرات تشرين وما شهدته من احداث. في هذه الساعه نستضيف السادة الأكارم، الكاتب الصحفي المعروف الأستاذ حمزة مصطفى، مرحبا بك أستاذ حمزة. الخبير الأمني الأستاذ سرمد البياتي، مرحبا بك أستاذ سرمد. والخبير الأمني الأستاذ فاضل أبو رغيف، مرحبا بك أستاذ فاضل. يعني قبل أن أبدأ الحوار، هنالك يعني مجموعة أيضا من المقاطع للتذكير بهذا المؤتمر الصحفي. هل هذه المرة يعني في الجزء الأول كانت المقاطع للدكتور هشام داود، الآن للسيد وزير الداخلية، حتى أيضا نتوقف عندها وجهة نظرنا أنه ما حصل اليوم هو يعني علامة فارقة، بغض النظر عن أي عن كون الذي قامت به أي حكومة، سواء حكومة الكاظم أو أي حكومة أخرى، إعلان نتائج خلال مدة محددة و تطبق الحكومة ما تلزم به نفسها بإعلان نتائج لضحايا وشهداء، هذا أمر مهم يفترض أن يكرس ويدعم. خلينا نشوف أول مقطع للمؤتمر الصحفي للسيد وزير الداخلية وحتى نكمل البرنامج. تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية، وباشر الفريق بالعمل ماله، وتم إمهالهم 72 ساعة لإكمال التحقيق وعرض النتائج على الشعب العراقي. أستاذ حمزة، يعني هذا المقطع أيضا راح نتوقف عنده، خلال 72 ساعة استطاع الأجهزة الاستخبارية أنه تصل إلى الحقيقة، ولكن بودي أن أسأل عن تشكيل اللجنة الحالية اللي شكلتها الحكومة الحالية، وستضيف لها أو ستشرك معها جهات دولية كما سمعنا وشاهدنا. السؤال، هل يعني هنالك أثر للجنة السابقة في الحكومة السابقة التي أعلنت عن نتائج عديدة، وأكثر من 80 قائد عسكري تمت إحالتهم إلى التقاعد أو تمت معاقبتهم؟ هل هو عدم ثقة بالنتائج المتحصلة سابقا، أم هنالك رؤية مختلفة؟ يعني كثير من الآراء ممكن أن تعطى في هذه المرحلة. نعم، أولا شكرا جزيلا أستاذ كريم لك والمشاهدة العراقية والأخوين أستاذ سرمد و سيد فاضل أبو الريف. الحقيقة أولاً فعلاً الوصول بسرعة 72 ساعة إلى نتائج مهمة، ولأول مرة يعني تحصل عندنا في العراق في قضية من هذا النوع، وتحديداً بالأسماء وبالحيثيات، هذا أمر بالفعل مهم ويمكن أن يبنى عليه بالمستقبل. يعني راح الآن من يريد أن يفرض أو يتساهل في استخدام القوة، استخدام السلاح بأي طريقة، سلاح شخصي، سلاح كذا في مواجهات ناضو، راح يعني يحسب حساب ألف مرة قبل أن يتصرف، لأنه صار كنترول وصار أكو حساب وكتاب، وهذا أمر مهم. أما فيما يتعلق باللجنة السابقة، صحيح توصلت إلى نتائج معينة حتى بما فيها القادة اللي يعني تنقل منا ومنا حلو إلى مكان آخر، يرجع إلى مكان، ما كانت هي القضية الرئيسية يعني تقريبا. هاي إحدى النتائج، لأنه عندما ظهر التقرير وشفناه يعني انتقد من كل الأطياف، من بدءا من المرجعية الدينية في وقتها، أنه مو هذا هو اللي كنا نأمله. يعني أكو 600-700 شهيد. الآن اليوم الحكومة عبر اللجنة أو اللجنة اللي شكلت واللي أعلنها الدكتور هشام داود أنه 500، احنا 500 شيء لعبه، 560 شهيد، 560 شهيد، هاي حرب، ماكو هيك شيء يصير. ومع وغير الجرحى
عشرات الآلاف منهم كذا ألف. سيدة فاتن قالت قبل قليل 42 ألف جريح. طيب سيدة فاتن الحلف زين، واللجنة مع احترامنا للسادة الوزراء اللي يعني تشكلت منهم اللجنة، ومنهم وزيران كان يفترض أن يكون موضع مساءلة مو يكونون أعضاء باللجنة حقيقة مع احترام لشخصهم، وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة السابقة، في الحكومة السابقة كانوا أعضاء باللجنة. طيب إذا هو الوزير القطاع المسؤول يعني خصم والحكم، أي من هو كان لازم القضية؟ الجيش والشرطة مو تمام؟ تمام. فيفترض يعني ما يكون وزير داخلية وزير دفاع، يعني وزير التخطيط أوكي كرئيس لجنة شخص محايد يعني ممكن، وأطراف أخرى. لذلك كانت النتائج بها تسويات لم تكن مقبولة. يعني تتفق مع الآراء التي قيلت أنه مو كل النتائج اللي توصلت إليها اللجنة ظهرت، هنالك بعض التفاصيل أخفيت عمدا أو دون قصد، ولكن أخفيت بالنتيجة. لا أخفيت عمدا دون قصد، أخفيت يعني اللجنة لم تستطع أن تقول، يعني لو قال نصف الحقيقة مثل اليوم يعني قالوا الجهات من هي والأسماء وكذا كان ممكن أنطت مؤشر، ولكن أن يعني يغيب دماء يعني أكثر من 560 شهيد بتسويات يعني ربما خرجت عن إطار حتى اللجنة. ربما اللجنة كان عندها يعني نتائج معينة، ولكن المخرج النهائي للجنة، المخرجات النهائية ما كانت يم اللجنة الدولي، كانت جهات أخرى ربما يعني دخلت بها بعد السياسة وفلترت النتائج، ولذلك جميع رفضها، ما اقتنع أحد بهذا الموضوع. يعني لو صار النتائج حقيقية مهما كانت قسوتها ما كان وصلنا إلى هذه المرحلة، ما احتاجنا كل هاي الشهور يومية رئيس وزراء يتبدل وإن هذا نقبله وهذا ما نقبله وكذا. يعني لو كانت هاي العملية صارت ربما حتى ما احتجنا إلى استقالة الحكومة الماضية، لأن كانت الرهان على هذا الموضوع. فلما فشلت الحكومة السابقة في رهان من هذا النوع حصلت التداعيات التي أدت إلى كل النتائج التالية لها. طيب خلت حول للسيد فاضل أبو الغيف. سيد فاضل، يعني بناء على ما تحدث به السيد وزير الداخلية، خلال 72 ساعة الجهات الاستخبارية استطاعت الوصول إلى المنفذ وطبيعة السلاح المستخدم ونوع السلاح المستخدم وكل التفاصيل. السؤال اللي يطرح نفسه أنه إذا الدولة أتاحت الفرصة للقادة المحنكين أصحاب الشأن يستطيعون الوصول إلى الحقائق بسهولة وبسرعة دون تدخل محاصصاتي، ثانيا يعني نوعية الأسلحة المستخدمة يبدو أن لا علاقة لها بنوع السلاح المسلم إلى الجهات التي تحمي التظاهرات أو تقاتل، يعني ما عرفنا ولا علمنا أنه هنالك سلاح صيد يعطى لا لجهات حماية للتظاهرات ولا حتى لجهات قاتل داعش. مستغرب استخدام سلاح الصيد، شنو تفسيرك للموضوع؟ نعم، بدأ أستاذ كريم، تحية طيبة لك والمشاهدين قناة الكريمة، وعيد مبارك عليك وعلى كادر العراقية الغراء وعلى كافة أبناء الشعب العراقي والأمة العربية والإسلامية على حد سواء، وعلى ضيوفك أستاذنا الكبير أستاذ حمزة وأستاذ سرمت صديقي. يعني أولا يعني ألفت نظرك أستاذ كريم وإلى نظر المشاهد الكريم أن في الأسبوع المنقضي الاستخبارات العراقية حققت إنجازان كبيران جدا، يعني حقيقة في غضون أقل من 72 ساعة. وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية برئاسة الأخ الفريق الركن عامر صدام استطاعت أن تستأثر بإنجازين كبيرين جدا، وهما إطلاق سراح وتحرير المختطفة الألمانية الصحفية هيلا في غضون أقل من 72 ساعة دون دماء ودون فدية ودون أي خسائر مادية أو بالأرواح. والإنجاز الثاني أكاد أجزم أنه هو الأكبر، الإنجاز الذي عجزت عنه الحكومة السابقة في أن تحققه، وهو أيضا في أقل من 72 ساعة حينما اهتدت وكالة الاستخبارات إلى الجنات الحقيقيين الذين أساءوا استخدام السلطة وأساءوا استخدام المناصب وأساءوا استخدام الوظائف التي أوكلت لهم، وحقيقة لم يكونوا يعني على قدر المسؤولية للأمانة التي حملوا لها، وهي حماية المواطن وحماية المواطن من النيران ومن الإجرام ومن الإرهاب.
لذلك هم تأولوا، هم يعني حقيقة استقلوا بآرائهم حينما يعني ثبتت حيازتهم لأسلحة هي خارج نطاق جرد المشجب الذي المفروض يكون موزع لهم من 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 يعني من المشجب الذي يوزع أسلحة معلمة مرقمة فيها اسم وفيها نوع وفيها ماركة وفيها سيريال نمبر، يستخدمون أسلحة يستحوذون عليها أسلحتهم الشخصية، وكأنما يريد أن يستخدموا أسلحة بديلة. لا أعلم هل هو جهل، هل هو سوء إدارة، هل هو سوء تطبيق، هل هو سوء تصرف، هل هو يعني تصور هل هذا، هل هذا أستاذ فاضل هل هذا يفسر وجود إصابات غريبة بأعراض غريبة على أجساد الشهداء أو الجرحى لا علاقة لها بنوعيات السلاح المملوكة للدولة تمام. يعني بكل أطرافها بكل بكل صنوفها. يعني أولا أستاذ كريم لو تلاحظ اليوم نتائج التحقيق اليوم ميزت وجعلت يعني فرزت بين اللون الأبيض والأسود وفرزت بين خلط الأوراق، يعني كادت الأمور أن تنزلق منزلقا كبيرا لولا الضغط الشديد ولولا الحرص الكبير الذي بذله الأخ مصطفى الكاظمي على والضغط الذي قام به على وكالة الاستخبارات وعلى الأجهزة الاستخبارية فيما يتعلق بالكشف عن الجنات الحقيقيين. يعني خذ مثلا أحد المنتسبين من الضباط يأتي ويحمل سلاح ويرمي ويشهر سلاحه في الهواء الطلق ويضرب إطلاقات في الهواء الطلق، هو لم يضرب أي من المتظاهرين، لكن بحد ذاته هذا التصرف الذي تصرفه هو يعد خرقا للعادة وهو يعد يعني تجاوزا على الأطر المسموح فيها. لذلك هذا اليوم الإعلان وكشف النقاب عن الجنات الحقيقيين أعطى رسالة إلى الباقين بأنكم يجب عليكم أن تحترموا القانون كما يعبر المثل الإنجليزي the law is the law، القانون هو القانون. لذلك ينبغي معرفة وإحاطة المسؤولية، وينبغي معرفة كل شخص وكل مسؤول وكل منتسب وكل شرطي وكل رجل أمن يجب أن يعرف حدوده، حدوده بحماية المواطن، حدوده باستخدام السلاح، حدوده بضرورة أن يكون جنة، أن يكون درعا واقيا إلى المواطن، لا أن يكون متربصا ولا أن يكون يعني على حين غرة يفتك ويغدر. لذلك من يضبط أستاذ فاضل، من يضبط يعني الحد الفاصل بين حماية الجندي لنفسه والتهور الذي أدى إلى استشهاد هذا العدد الكبير من الشباب؟ يعني حقيقة هو أمر يندى له الجبين وأمر مؤسف جدا أستاذ كريم. هو قد ما هو أمر محزن وأمر مؤسف وأمر حقيقة يعني وضع الجميع عند يعني حبس الأنفاس. نعم. يعني كادت أن تندلع فتنة أستاذ كريم لولا اللجنة التحقيقية التي شخصت وفصلت بين الحق والباطل لكان الأمور يعني هناك فتنة، هناك تلاشق، هناك غمز، هناك لمز، هناك تلاشق بالتهم يعني تناولته مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك سكوت، وهناك يعني محاولة لخلط الأوراق. حقيقة انتخى أهل العراق، انتخت القيادات الأمنية والاستخبارية، الدور الكبير الذي بذلته المديرية العامة للاستخبارات وخلية الصقور، يعني هناك دور كبير أيضا اطلعت به خلية الصقور واستخبارات بغداد والاستخبارات العامة، والقضاء العراقي حقيقة كان له دور حتى منتصف الليل من ليلة أمس أستاذ كريم. نعم. لأن كانت هناك 72 ساعة. صحيح. يعني كان الأمور كانت على المحك أستاذ كريم، تنبه يعني أنا ترد إلي مكالمات كثيرة، يعني قالوا هناك مهلة أعطاها رئيس وزراء هي 72 ساعة ستنقضي ستنتهي ستتلاشى. هو كان سباق مع الزمن يعني. أحسنت أستاذ كريم، كان سباق مع الزمن لكن ليس على حساب الدقة أستاذ كريم. استنفرت كل الجهود، وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية استنفرت كل منتسبيها كل ضباطها، انتدبوا ضباط محققين يعني خذ مثلا مدير استخبارات الأنبار كان أيضا انتدب لزيادة تعميق التحقيق للتوصل إلى الجنات. اليوم يعني حقيقة الأجهزة الاستخبارية بضباطها المتمرسين الذين يمتلكون خبرة واسعة في التوصل إلى التحقيقات انبروا واصطفوا كأنهم بنيان مرصوص
لأجل رتق الفتق ولأجل يعني حقيقة تبيان الحق من حيث هو حق. لذلك حقيقة كنا إزاء مفترق طرق، لكن هذا مفترق طرق لله الحمد نحن نحتاج إلى دفعة معنوية وسط الانهيار الصحي، وسط الانهيار الاقتصادي، وسط الانسدادات السياسية، ونحن مقبلون على يعني غرة عيد الأضحى المبارك والحجيج في مكة يهرعون إلى الطواف. لذلك أعتقد اليوم الذي جرى حقيقة يثلج القلوب، يفرح القلوب حقيقة، كادت يعني بلغت القلوب الحناجر بانتظار ساعة الصفر. اليوم الأخ يعني وزير الداخلية حقيقة أيضا مؤتمر الصحفي كان ناجح من حيث المعلومة والحقيقة. أستاذ كريم خلينا إذا تسمح لي أستاذ فاضل خلينا نتابع بعد مجموعة من المقاطع حتى نقدر أعلق عليها مع الأساتذة الكرام الحاضرين في الاستوديو. يوم 26 تموز شهدت ساحة الطيران وسط بغداد تصعيدا في التظاهرات عبر اندفاع مجموعة من الشباب باتجاه الخط الأول اللي تمسكه قوات حفظ القانون، والتي دائما التوجيهات أن تكون بدون سلاح، وهي التي تكون مع الاحتكاك المباشر مع المتظاهرين. ثبت من سير التحقيق والشهادات العيانية وتقارير الطب العدلي بأن الشهيدين تم استخدام بنادق الصيد الصجم اللي أدت إلى استشهادهم. خلال التحقيقات الأولية والتعمق بالتحقيق ثبت أن هناك استخدام لهذا السلاح بشكل شخصي من قبل ضابطين ومنتسب. أجري التحقيق المفصل مع المنتسبين الثلاثة اللي هم ضابط برتبة رائد وضابط برتبة ملازم ومنتسب. الرائد أحمد سلام غضيب، معاون آمر الفوج الرابع اللواء الثاني حفظ القانون، واحترف صراحة باستخدامه سلاحه الشخصي اللي هي بندقية الصيد، وتم العثور عليها في عجلته ومعها 143 خرطوشة، وتم الشهادة ضده من قبل كثير من الضباط باستخدام هذا السلاح ضد المتظاهرين. أجري التحقيق مع الملازم حسين جبار أيضا جهاد، آمر السرية الثانية الفوج الرابع لواء الثاني حفظ القانون، واحترف أيضا باستلام. نكمل يعني هذه الجلسة الحوارية أستاذ سرمد. يعني الآن بدأت يعني الأسماء تتضح، بدأت الصورة تتضح، عملية يعني على الأقل قبنا نعرف شلون الناس انكتلت، يعني شلون هذا البشر انكتلت، شلون هالمتظاهرين يعني نتيجة اشتباك قد يمر بجروح بسيطة وإلا تشوف عشرات يستشهدون في لحظة معينة. تحية لك أستاذ كريم، وتحية الأستاذ حمزة مصطفى وللصديق العزيز السيد فاضل. أستاذ كريم، احنا سواء بالجيش أو بالداخلية كل شيء له سياق، أكو سياقات حتى بالمحاكمات العسكرية وحتى بالتحقيقات أكو سياقات، وأكو شيء مستعجل، وأكو شيء نتائج يجب أن تعطى بسرعة وتضغط على الضباط، لذلك شوفهم يعني إذا يختنقون في التوقيت مضطرين أنه يكملون التحقيق. شيء مفرح أنه خلال 72 ساعة صدر التحقيق، ويمكن هذا جهود الأخ فريق ركن عامر صدام بطل، لأنه هو سابقا كان بالداخلية الرجل بالاستخبارات، فيعني عنده خبرة في هذا الموضوع. لكن نتجه إلى الجانب الآخر،
يعني احنا اولا كم من التحقيقات لحد الان احنا لم نصل بها الى نتائج. هذه لو كانت تحقيقات في وقتها واصلين الى نتائج يمكن حتى كان وضع العراق ووضعنا احنا هسه لحد الان، حتى وضع الكهرباء، حتى وضع المياه، شوف كل مربوط هو بالامن، يمكن كان افضل لو كانت اكو نتائج تحقيق فعليه لكثير من الملفات. لكن اني اسال ليش الناس اليوم تعتقد شوي هسه ما نقول فرحانه، يعني المهم ان شويه كانت اقولها وقفه. نعم. مع هذا لانه على الاقل هسه على الاقل على الاقل وان كانت المعلومات جزئيه وان كانت النتائج جزئيه على الاقل اكو معلومه. انت طيب. تاتي متاخره خير ان لا تاتي. هسه انا ذكرت لك بانه هاي التحقيقات سابقا لو صايره وناشحين وناطين نتائج طبعاً. كان يمكن هسه احنا في وضع عام افضل من هذا الوضع. التحقيقات الاوليه مال تشرين طبعا سبحان الله كنا طلعنا باحدى القنوات ثاني والمرحوم هشام الهاشمي يعني على التقرير الله. التقرير من صدر، فاكثر احنا استهجناه اولا لانه اكو امور ترى مبدئيات وبسيطه. اني من اجد عتاد، احنا الخبراء من نلقي عتاد مثلا عيار 5.7 ملم. زين 5.7 ملم، انت احنا الاعتيادي عندنا 7.62 ملم، من تلقي 5.7 ملم او 5.6 ملم هذا احنا نعرف المن متوزع، المن متوزع هذا العتاد. فنقدر نميز القطعات اللي ممكن من لقينا الأظرف الفارغة راح نعرف هاي القطعات من هي المشتركة. هذه نقطة. النقطة الأخ، الأخ السيد الوزير تكلم عن تحقيق أستاذ كريم، احنا عندنا بالسياقات، وأنا ما راح أخرج عن السياقات لأن احنا لو نلتزم بالسياقات وبكراسة فض الشغب كل هذا الأمور مصير يعني بالمناسبة، لأن هاي بها تدرجات. طيب اني هسه اريد اسال واريد استفهم الامرين وين؟ اني امر وحده عندي ضابط شايل بندقيه بمبكشن او بندقيه الصيد وموجود بوحدتي، وين احنا هذا؟ اي وضع هذا؟ كيف الامر مالته تعال بابا هذا دخل السلاح مالته بعلمكم لو بدون علمكم؟ هذا احنا شوف استاذ كريم لونكم مهنيين ونتكلم هو. اني الامر اول شيء اجره ايه. اذا قال يابا هذا الرائد فعلا ماكو مشكله، اوكي فعلا خلصنا من الرائد، احنا مرحله الرائد والملازم والمفوض خلصنا منها. هسه اجي على امر تعال اخي انت شلون سمحت تدخل سلاح هذا اصلا مو ضمن الملاك مال الاسلحه مالتك؟ كيف سمحت تدخل هذا السلاح موجود بعلمك بدون علمك و43 خرطوشه وانت تعرف هاي يعني هي صور طشاريه اللي لازمها يعني قاتله الصجم مالته؟ زين شلون دخل هذا ومن انطى امر الرمي؟ وهل هو ضايق الى درجه انه شعر انه راح ينقتل بحد لان هو من واصل هالمرحله هاي؟ اذا هو كان عنده شعور بانه لازم مثلا يا اما عنده واهس بالقتل مريض نفسيا يا اما هو مثلا شعر بانه راح ينقتل. الامر وين في هذا الموقف؟ الامر وين في هذا الموقف؟ من الواضح استاذ سرمد انه يعني ما حصل التقرير الاول الحكومه السابقه اللي انهته او اللي نشرت جزء لانه يقال اكو جزء ما ظهر الى العلن، ما قدر يضع او يرجعنا الى الضوابط الحقيقيه او قواعد الاشتباك الحقيقيه يسموها كراسه فض الشغب او كراسه فض الشغب. نعم. مع الجمهور اكو قواعد اشتباك مع عدو او مع الجمهور او مع جمهور تتعامل معه اسلوب تدافع ثم قد يوصل الى اسلوب العصي اسلوب المياه. وين المشكله هنا؟ عند الامرين؟ نعم. ضعف تدريب؟ لا لا ضبط وين القصه؟ انت انطي نفس التوقيت مال استاذ حمزه وسيد فاضل. سيد فاضل ما لحق عليه هسه والله استاذ حمزه لحق علينا يعني بس اقول له اسكت بس سيد فاضل ما لحق عليه ما اقدر. لا 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 تلحق عليه. التدريب نعم تدريب انا اشعر به ما مكتمل، والخبره احنا اول مره نمر بهيش حالات، فلذلك شفت حتى الدخانيات طريقه اطلاقها وهاي كثير ناس كلها قامت تتابع هذا الموضوع. اما انت تقول لي هسه مثلا هذا قله التدريب او المهنيه، اني اول ما يعني ادز للتحقيق ادز على امر بالمناسبه سواء انا من القائد ينزل للامر لواء الى امر الوحده ينزل. فاحنا هذا الموضوع مع الاسف عندنا ضعف به مهما يكون استفزاز الجمهور. انت عندك تتراجع
انت ما راح بدك تسقط ارض مو داعش اللي قدامك على مود راح تسلمها افلام قرار راح يسوي الجمهور خلي يعبر على جسر الجمهور يا وش بيه جسر الجمهور هو اساسا ما يقدرون يعبرون خليه يوصل يعني كراده مريم وش بيها كراده مريم ما يقدرون اساسا اكو صبات سمكيه اكل البشر على مود والله خايف على جسر الجمهوريه احنا طبعا يعني مع العلم اني ما افند النظريه الاخرى اللي وايضا هم نرجع على قله التدريب ما افند النظريه الاخرى اللي تقول بانه هنالك جماعات سحبت هاي القوات للاشتباك وياها اكو هذه اسلوب ترى اسلوب معركه ياما احنا داخلين معارك احنا نسحب العدو اني افرض عليه طريقه القتال قد يجوز اني اريد يرمي عرفت له هذه احنا ما ننساها هيك اماكن هيك احداث لما ما تنحمي بشكل صحيح طبعا أنا أسمح للعدو أسمح للمتربص أسمح لأي طرف آخر أتوقع حتى إيه؟ أنا شمدريني هسه بين هاي الآلاف اللي طبت يطب لك واحد اثنين داعش ويسوي للي يسوي مثلا نعم. فلذلك أنا أرى أن التحقيق نقطة إيجابية به أنه اكتمل سريعا لكن النقطة السلبية أتمنى أن يصير لجنة تحقيقية أخرى ويشوفون الآمرين كيف سمحوا من أجل أن عدم تكرارها هذا استاذ كريم هذا كفر شنو ضابط شايل بندقية ما نصيد هاي وينك ويش فيلم وين ما افتهمت يعني همين هاي البندقية يعني يرمي ويطيها الصاحب لو كل واحد عنده بندقية لا يبدو ان هم ما وضحوها هم ما وضحوا وانا هم مسألت بصراحة مسألت شنو بندقية الصيد بس بنادق الصيد اكيد مو هذه التوتو النمرة واحد ونمرة اثنين اكيد مستخدمين هاي اللي يبيعوها بحفظ القاضي ومكومة بكل مكان هاي الخرطوشة هاي اللي احنا نسميها باللهجة العامية طشارية كسرية او خلينا نقول زين هذه تدري بها يعني كمية صيد سيارته مثلا ويلقوها بسيارته يعني ويستخدمها عبالة ما راح ينكتلون الناس وما مدفتهم أخي يعني. هذا حتى لو يشمرها هيك بالسماء هم راح ينزل الصج مع الروس في كل أحوال هي قاتلة يعني ثق أنا متفاجئ أنت الآمر أو غيره أو حتى المساعد مالته أو هو مهور واصل رتبة رائد أستاذ كريم رتبة رائد يعني بعد لخانة يوصل إلى خانة القادة زين عندنا القادة تودي مقدم فما فوق زي. أنت وصلت هالمرحلة هاي وترمي بندقية سجم ما أعرف خلينا نكمل المؤتمر الصحفي وخلينا نشوف المقطع الآخر للسيد وزير الداخلية على أثر الاحترافات تم الانتقال إلى محل الحادث والعثور على المبرز الجرمي أو المبرزات الجرمية اللي كانت مستخدمة في الحادث قرر السيد قاضي التحقيق المختص توقيف المتهمين المذكورين أعلاه وفق المادة 406 على أولا من قانون العقوبات العراقي ولا زارت الإجراءات القانونية بحقهم مستمرة لغرض إحالتهم إلى المحكمة المختصة أستاذ حمزة التقرير التحقيق اللي أنجز بالحكومة السابقة أدان قادة عسكرية طبعا بعضهم ما كان صاير يمكن أسبوعين أو ثلاثة أما لحق أصلا هنالك من يقول وحتى الحديث يوصلنا هنا إلى هذه اللحظة هنالك من أن هنالك أطراف أخرى كثيرة مشتركة غير القادة العسكريين الذين يعني حملوا نتائج وتبعات وعقوبات ما حصل من قتل في ساحات التظاهر لأنه صاروا هم أكباش الفداء على أثرها الجندي أو المقاتل أو الشرطي في ساحات التظاهر صار عاجز عن التصرف لا بي يدافع عن روحه ولا بي يحمي ساحات التظاهر نعم شوف أستاذ كريم شوف الفرق بين الحادثتين يعني الحادثة اللي وقعت بساحة التحرير قبل 3 أيام واليوم طلعت نتائجها شهداء 3 أو 2 هم اللي استشهدوا طلعت النتيجة خلال 72 ساعة وطلعت الأسماء وخلصنا صرنا أمام طرفين طرف المتظاهرين اللي هو وقع عليهم الآن الضرر يعني الشهداء من عندهم والطرف الآخر هو القوات الأمنية وشخصت الحكومة قالت يابا ذولا ثلاثة رائد وملازم ومنتسب لا أكو مندس الآن طلع عندنا ولا أكو طرف ثالث ولا أكباش فداء ذولا مو أكباش فداء ذولا متهمين بالقتل والآن القاضي التحقيق حولهم إلى القضاء وراح ينالون جزائهم يعني واضحة ذيك اللجنة يعني القاضي اللي أدانتهم على شنو ما عرفنا
يعني احنا عندنا 550 اليوم تقول الحكومه زين، ال 550 حولنا هذا القائمه منها جبنا منها، وذاك ودينا هيك وواحد يمكن حكمه يمكن، بس ليش ما فهمنا يعني ما قالوا لنا ولا واحد قائد يعني عمليات بغداد كان ما صاير له شهر بعد المستوى وقالوا هي قالوا في حينها يعني بذلك الحمام المفروض يعترض هو لو يحمل مسؤوليه قالوا ليش غير نعرف ليش أقيل هو أو غيره من الضباط صارت مناقلات وإقالات وكذا بس الدماء باقية ما حد وضح لنا لماذا هذا أقيل ولماذا هذا خفضت يعني رتبته وراح مدروين وإجا مدروين ولهذا أنا أتساءل وأنا مو مسؤولة اللجنة ترى أبدا اللجنة حسب معلوماتي كانت يعني طلعت بنتائج واضحة لكن بعدين بالفلترة تغير الموضوع وهنا هي الكارثة اللي قال انه 7 صفحات او اكثر حذفت من التقرير الاول يعني؟ وبقيت الصفحات بها اسماء مهمة التي ادانت هؤلاء الضباط الذين يبدو لا سند لهم سوى يعني تاريخهم المهني، ان كان هسه اذا كان بعضهم اساء في هذه المرحلة يتحمل عقوبته، واذا كان بعضهم بريء او ما له علاقة إيه بس احنا بناخذ القرائن يعني المظاهرات نفسها نفس المتظاهرين مال تشرين هم نفسهم هسه اللي ضارب التحرير صحيح هسه اكو مندسين اكو طرف ثالث هاي قصه ثانيه يعني لما تختلط الاوراق راح يطلعون لكن لما تكون شفافيه راح تكون واضحه القصه الان واضحه اليوم عندنا منتسبين هم المسؤولين واكو جمهور متظاهر يطالب وطن محتج بشكل حقيقي هو اللي يوقع عليه الضرر لكن انت لما تنخلط الاوراق راح واحد يذهب راس الثاني طلع لنا الجوكر وطلع لنا المندس وطلع انا هاي النقطه الثالث هو انا النقطه اريد اوصل لك بها ما وصلنا ما عرفنا اي واحد 560 ما وصلنا الى نتيجه بس ثلاثه وصلنا الى نتيجه الان تحس الناس شوي الى حد ما سخوا ما يعوض عن ابنائها اللي راحوا على الاقل من يعرف القاتل يعرف الحقيقه شوي يهدأ بس انت 506 ليش تم هذا الارباط ليش ولذلك صارت عليها تداعيات سياسيه ادت الى كل اللي حصل فيما بعد يعني حتى الجهات الحكوميه العليا اللي تسترت حاولت تخفي الامور بعدين هي دفعت الثمن بعدين الحكومة اضطرت إلى الاستقالة والتقرير من طلع ما حد اقتنع به والنتائج هذه وصلنا لها 6 أشهر ورا قالت الحكومة تصريف أعمال ونجيب هذا الوزراء هذا ما نقبل به وذاك ما أدري كذا يعني أنت تريد تقول إنه هذا الأنصاف الحقائق ما عادت تنفع ما عادت تنفع بعد الآن أول تصرف لأنه صحيح دهم بعد. أول تصرف صحيح قامت به الحكومة الحقيقة اليوم يعني وهذه نتائج مفرحة نأمل أن تستكمل يعني إذا عندهم إذا هاي الحكومة الآن قادرة على أن تشوف التقرير السابق على حقيقة مال اللجنة الماضية وشنو المحذوف من عنده ومن هو المسؤول يكون طبعا هذا شيء راح يكون يعني الحقيقة يعني يخلي الحكومة أمام وضع جديد ويخلي الناس أيضا تدعم الحكومة أكثر وأكثر لأنها أنطتهم على الأقل حقائق واضحة. خلينا نشوف هذا المقطع وحتى أعود في أخذ من جزئية جوابك حتى أحوله للسيد فاضل أبو رغيف ولكن بعد أن نشاهد هذا المقطع. بعد الحادث أيضا أو أثناء التعمق بالتحقيق أنه واستمرار اندفاع المتظاهرين واجتيازهم الخط الثاني أو بتلامسهم أو احتكاكهم مع الخط الثاني للقوة الماسكة اللي هي قوات الشرطة الاتحادية تبين أن هناك أيضا استخدام الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين خلافاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة الذي يمنع منعاً باتاً استخدام العتاد الحي لأي سبب كان وثبت من سير التحقيق ذلك قررنا تشكيل مجلس تحقيقي في وزارة الداخلية لإكمال التحقيق مع المقصرين وإحالتهم إلى القضاء حسب قانون الوزارة بهذا الجانب. أستاذ فاضل يعني الآن شاهدت هذا المقطع يعني استكمال يعني هو تذكير لأن أكيد حضرتك شاهدت المؤتمر الصحفي وأنه ماشيين بالمجالس التحقيقية لكن ما قال السيد حمزة مصطفى أنه وكأني به يقول يا ليت هذه الحكومة تنشر التقرير كاملا التقرير السابق الآن هذا التقرير سوته خلال 72 ساعة ونشرت قالت هذا 1 2 3 دول المذنبين ويا جماعة الخير دول لا ثالث ولا رابع دول من عندنا بس
تصرفوا بشكل شخصي، وكأني به يقول انشروا ذلك التقرير، انشروا الأوراق المحذوفة منه أعيدوها إلى التقرير. ولكن هل تعتقد أن هنالك أسماء مهمة فعلا مثل ما تفضل السيد سرمد البياتي وقال أن هنالك أسماء مهمة قد تكون أو أطراف معينة قد تكون تشمل بهذا التقرير، هل تجد من المصلحة نشره؟ نعم، يعني أستاذ كريم بالفعل يعني أولا هناك مصلحة وهناك مفسدة. المصلحة تقتضي أن يتم نشر التقرير بكل شفافية وبكل وضوح أمام أبناء الشعب العراقي ابتداء، حتى أولا يعني يحق الحق ويبطل الباطل. بعض القيادات الأمنية سيما في جنوب العراق لديها كتب مخاطبات ولديها منادات بأجهزة المنادات البينية تقول لا تطلقوا النار، لا تتجاوزوا، لا تضربوا، لا تسحبوا أسلحتكم الحية، لكن تجد مع هذا التجديد تجد من يسحب سلاحه ومن يضرب بالرصاص الحي ومن يقتل ومن ومن ومن. لذلك نرى التقارير كلما تعرض أمام الشعب دائما الشعب أنت شنو تفسيرك لهذه الحالة سيد فاضل؟ يعني رغم أنه مثلا قد تكون هنالك بعض الضباط الذين يعني كما سمعت أن بعض الضباط الذين أقيلوا في التقرير السابق كانت لديهم نداءات واضحة وبرقيات وجهوها إلى الضباط الأقل رتبة لا تشتبكوا مع المتظاهرين، لا تستخدموا السلاح الحي وهكذا، ولكن برغم ذلك أدينوا. أنت شنو تفسيرك لهذه القصة؟ يعني ليش انكسرت أوامرهم؟ بالنتيجة شوف هذا ما الذي سيسعفهم بالقضاء؟ القضاء ما الذي سيسعفهم به؟ سيسعفهم بالقضاء أن عزاهم الوحيد أنهم يملكون كتب تؤكد هذه الكتب تؤكد أوامرهم الصادرة بعدم إطلاق النار وعدم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. زين. وتأول الضباط وبعض القيادات وبعض المنتسبين وإطلاق النار الحي والرصاص الحي على نحور المتظاهرين السلميين. زين. المتظاهر قطعا لا يملك أي قطعة سلاح ولا يحمل بيده أي سلاح، لكن هنا يتأول في الأمر، إما يتأول نتيجة جهلة وإما نتيجة عدة نوايا سيئة وإما هو يمر بحالة نفسية سيئة يعني فيه مرض نفسي، يعني الذين في قلوبهم مرض كما يعبر القرآن، في مرض نفسي يعني هو متعطش لأن يطلق النار لأن يعني يمر بزهو ونشوة عبر إطلاق النار. شوف أستاذ كريم، يعني خلال الأسبوعين المنقضيين شهد العراق خسارة 2 من قياداته، آمر لواء في الطارمية شمال بغداد اللي هو الشهيد البطل العميد الركن علي غيدان، وأيضا العميد الركن أحمد اللامي، أيضا أعتقد آمر لواء 29 هالشكل. شوف هذول يعني ضجت المواقع كيف تم استهدافهم، يعني اليوم مو كل شيء منزه، يعني هؤلاء حماياتهم تحتاج إلى تدريب استثنائي، يحتاجون إلى تدريب خاص، يعني هو ليس تدريب قتال، هو تدريب من نوع حمايات شخصيات. لذلك القائد قد في بعض الأحيان يقاتل في الصف الأول في القتال في المعركة، وبعض الأحيان يجلس في غرف السيطرة والكنترول غرفة العمليات ومن خلالها يقود المعركة. نعم. لذلك الذي جرى من قتل للمتظاهرين قبل نحو أقل من 4 أيام خلت، حبسنا الأنفاس عندها وكنا ننتظر التقارير التي تترى وتفد من خلال القضاء العراقي الذي حقيقة غطى تغطية سليمة وكبيرة فيما يتعلق بمعرفة التوصل إلى الجنات، وبالفعل وكالة الاستخبارات نجحت إلى حد كبير في الكشف عن الجنات وكما بينا. لذلك أستاذ كريم هناك يعني هناك خطان متوازيان، خط الكشف عن الجنات وخط مقارعة الإرهاب. يعني بالوقت اللي مثلا خذ مثلا خلية الصقور تقتل 5 من الانتحاريين يعتمرون يعني أحزمة ناسفة ويتهيئون لتفجير أنفسهم وأجسادهم على 5 أسواق محلية، ويقتلون خلية الصقور ومدير الاستخبارات العامة تقتل 5 من المتحصنين في منطقة الزيدان في جسر العسل في أبو غريب. هذا يعد إنجاز. إحنا كون أستاذ كريم نسلط الأضواء على الجانب المشرق في كل عملية ونعطيها حقها، وأعتقد قناة العراقية بينت على نحو الحقيقة. لذلك أعتقد نحن مقبلون على مرحلة بناء ومرحلة تبيان ومرحلة عرض، ومرحلة اللي هي أهم من كل هذا هي كشف المفسدين وكشف القتلة. بدليل اليوم احنا شهدنا حالة كبيرة جدا، اليوم قناتكم تغطيات من الساعة 5 اعتقد الى يومنا هذا، الاخ نبيل جاسم بنفسه الان
هو اللي ده يشرف على يعني على نقل على إشراف على البرامج لنقل الحقيقة. مشكورين هو والأخ جعفر العايدي وجنابك وكل الفنيين وكل الكواليس. هذا واجب صار. وكل الكواليس الأخوة المخرج الآن المعد الكل خلف الكاميرات الكل الآن متأهب ومستعد ويبذل مهجته في سبيل أنه تظهر الحقيقة بينة لا لبس فيها أمام المشاهد العراقي. المشاهد العراقي ضجة من نقص الخدمات. أستاذ فاضل نعم. يعني أنا أذكر كل الزيان من أحداث اللي صارت شهر العاشر أحداث تشرين ولحد هاي اللحظة أنت موجود في بغداد وإحنا موجودين نلتقي دائما صحيح وحتى الأساتذة الحضور أيضا موجودين ما حد تحرك إلى مكان خارج بغداد وشفنا هذا ما حدث من تشرين من قتل للناس يعني سوى شرخ مجتمعي يعني سوى أزمة مجتمعية مو سهلة أنت تغطي هاي الأزمة المجتمعية اللي سالت بها دماء وشلون هؤلاء الناس ذوي الضحايا شلون تقنعهم أصدقاء الضحايا زملائهم اللي طائعين الظاهرون الناس العراقيين اللي كانوا يأملون بهؤلاء الشباب أنه يغيرون ببلدهم نحو الأحسن ما يحسون إلا صاروا يعني أرواح متناثرة في السماء هذه من نشوف أكو خطوة هسه عند الحكومة عند مجلس النواب عند أي طرف داخل العراق لوعد هذه الفتنة وهذه الشرخ المجتمعي اللي غلقه هو لازم احنا نقف معه ولازم جميعا نقف معه أحسن. حتى انه هاي الناس شلون نريح قلوبها اذا ما نكشف قتلت ابنائها. والله استاذ كريم اولا حقيقة نحن نشد على يد كل اعلامي حر وحقيقة الدور الذي يطلع فيه المحللون الان يبذلون ما في وسعهم من أجل نقل الحقيقة وتبيانها ووضعها نصاب أمام أعين الشعب العراقي وكلهم يعني كلهم آباء لعوائل وأسر صحيح. وأمامك أستاذنا الكبير حمزة مصطفى وأخونا سرمد البياتي ونجم وغيره ولا ننسى الشهيد الأخ هشام الهاشمي الذي دفع دمه فداء إلى الوطن. لذلك الجميع الآن يصطفون كالبنيان المرصوص نريد فقط نقل الحقيقة. اليوم الشعب العراقي خلال عقد ونيف من الزمان شكى من آثار نقص الخدمات قلة في الخدمات قلة في الكهرباء قلة في الكثير. المواطن العراقي بات يحن إلى القدي. لذلك نحن ننتظر ونتطلع إلى حكومة تعطي حد الكفاية للكفاف حد الرفاهية للعوز وهذا الذي نتطلع إليه أستاذ كريم طيب. ونحن معكم إنا من المنتظرين كما نعبر إن لذلك شاء الله. نريد ونطمح أن تكون اللجان المقبلة شفافة مثل اللجنة اليوم كشفت وفصحت بطريقة شفافة وبينة وواضحة. شكر وتقدير أيضا أستاذ كريم من خلال قناتكم الكريمة إلى القضاء العراقي القضاة يعني يوم أمس حتى ساعة متأخرة من الليل قاضيان حقيقة كانا يسهران بطريقة والله يا أستاذ فاضل أحكي لك للأمانة يعني حتى الشباب الآن في الكنترول يقولوا لي كنا نأمل أنه يعني اليوم كنا نأمل وجود الشهيد الدكتور هشام الهاشمي يكون موجود معانا الآن حتى يعلق على التقرير خصوصا أنه كان من الداعين لكشف الحقائق ومن الداعين لدعم المتظاهرين وكل إصلاح يحدث يعني الرحمة على روح الطاهرة في مثل هذا اليوم ذكرتونا يعني ولو احنا ما نسينا. أستاذ حمزة أريد أسألك يعني نقف على دائما نقطة خطرة هل تعتقد خلينا نكون شوي أكثر صراحة هل تعتقد أن هنالك بعض المناطق والأسماء لا تستطيع الحكومة أو أي حكومة أن تصل إليها أو أطراف معينة مهما كانت لديها الهمة والإخلاص لكشف كل الحقائق إلا أن هنالك أطراف لا يمكن الوصول إليها ولذلك ستبقى الحقيقة دائما منقوصة. وشوف إحنا مفهوم الوصول إلى الأسماء وإلى الحقيقة وإلى كذا إذا نخلط الأوراق ما راح نقدر نوصل إلى نتيجة لأنه العملية السياسية إذا تحدثنا عن كل شيء إذا تحدثنا عن الفساد وإذا تحدثنا عن السلاح وإذا تحدثنا عن التظاهرات وغيرها احنا من نريد نكشف يعني على قولت مثل لو كنا لو سبعيا كنا لو نكشف كل شيء لو نظل احنا الطرف الثالث والجهه الفلانيه وما ادري كذا وسنعمل وسوف ما راح نجيب نتيجه. احنا خلي شويه نبدي يعني اليوم خطوه اولى بدت بهذا الموضوع اذا نفكك المنظومه شويه راح هي الاطراف
هي تبدأ تتساقط من كيفها يعني وتكشف شوية شوية اللي هو مثلا على مستوى الفساد. كثير من الناس هسه نواب يوميا يحجون ويجيبون أدلة بس ما يقول اسم ما يقول جهة، لكن أنا وياك أستاذ سرمد وسيد فاضل نعرفها صحيح، لكن ما تعلن بالإعلام. أولا أنت ما تقدر تعلن شيء لمجرد شبهات حتى إذا عندك أدلة، الأدلة أي من القاضي لازم تكون، مو 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 بعدين مو نحكي بيها. يعني يفترض الطرف المحمي سواء النائب أو الجهة السياسية اللي تتحدث هي اللي تعلن بالتفاصيل أو الجهة القضائية. أي وبعدين إحنا عندنا القانون شوية ضعيف، يعني اليوم مثلا إذا القانون بدء من اليوم بدأ يطبق بهاي الطريقة لا راح يبدي الأطراف الأخرى تبدأ تخاف تتردد صحيح، يعني ما تأخذ الأمور بهاي السهولة. يعني شنو واحد جاي بندقية صيد من الرائد وحط يدك بعد ما يجيبها، ومثل ما قال الأستاذ سرمد أنه يجب الآمرين يحاسبون صحيح، شون جرت هاي ماكو بالجيش السوالف يعني فهذه تصير هيش تراتبية إلى من رائد فما فوق كله راح يوقف، هذا اكو فشي خطا راح يتوقف فراح نمشي على السكه الصحيح. ذاك الوقت عاد راح نقدر نفرز السلاح المنفلت وين. اليوم بذيقار نزاع عشائري 4 انقتلوا، البارحه بميسان شفناها عبالك معركه الطرف الاغر وغير، يعني هو السلاح ترى مو عند بس عند جهات فصائل وغيرها، وهاي تقول انه احنا عندنا عدو اسمه امريكا خليه يطلع واحنا نرمي سلاحنا. السلاح موجود عند الناس وعند العشائر وعند عصابات التاجر بالمخدرات، بعض العشائر عندها سلاح متوسط متوسط او يومية قتال بين العشائر، احنا ليش راسا نروح قبل الى اطراف وكانه بس هي هاي عندها سلاح؟ هذا ايضا مو صحيح. فاحنا من يطبق القانون بشكل صحيح لا عشيره باك الوقت تقدر تتصرف خارج اطار القانون ولا عصابات تفتر بالماطورات ومدري وين وتبيع مخدرات وعدها أسلحة وما حد يقدر يحاسبها، ولا فاسدين يقدرون أيضا يجرؤون على المال العام. بس أنت أبدأ بداية صحيحة وذاك الوقت هي الأمور تصل إلى نتائج سليمة. أستاذ سرمد، البداية الصحيحة هل تستطيع إيقاف السلاح المنفلت الذي يمنع الأجهزة الاستخبارية والأمنية و الجيش وكل الأطراف وحتى المواطن تمنع من أداء دورة في بعض الحالات؟ إذا أردنا أن نبني دولة حقيقية ونبتعد عن لا دولة، فأنا أرى بأن كل هذه الأمور تتعلق بالأمن والسلاح المنفلت. هذا السلاح ما دام موجود بأيد المواطن قد لا يعرف استخدامه بأي توقيت بأي وقت، وسلاح منتشر بشكل يمكن احنا البلد الاول بالعالم اذا اريد نشوف السلاح كل بيت. لا مبالغ، عندك يعني يمكن عندك ليبيا عندهم، الصومال عندهم ايضا سلاح منفلت كثير. يعني ماكو دوله مو اكو مثلا صايره نص ونص يعني. هسه احنا عندنا هواي سلاح، هسه مو هسه قلنا العشائر عندها حتى هاونات هسه اكو عشائر. اي خلي نضبط اولا التهريب وخلي نضبط مواقع التواصل اللي اذا تفضل تفتح هسه انت بالانترنت تلقى انواع واشكال مواقع بيع السلاح اللي عندك، يا ترى هاي مرخصه؟ هسه بالانترنت هسه نفتح راح نشوف مسدسات احاديه بي كي سي كاتيوشه كله موجود ومعروض وحسب الاصول. يعني يا ترى هذا موجود ضمن ضوابط هاي الدوله وجاهز لامن الوطني وين عنا؟ يعني احنا استاذ كريم خلي اقول لك، يعني احنا لو نشتغل ونعمل بدايه صحيحه فعليه ويعاقب من لديه سلاح غير مرخص او هنالك طرق عديدة لو أرادوا من عندنا كيف ينزعوا السلاح من هذا ممكن أن نقدمهم دراسات طبقناها ونشحت عندنا بدون أي صدام. خلي أقول بدون أي صدام مع المواطن، بس أكو عقل وأكو إحنا هسه الكل أغلب الجميع مثلا يخاف على منصب اللي يروح شو اسمه يفقده، يعني وهذا هاي للأسف يعني هذه صاير هذا واقع حال. فلذلك يخاف يقول لك ما أتجرأ أني أقدم على هاي الخطوة. طيب يا أخي أنت دا تعمل سياقات صحيحة، أنت من دا تفتش فتش بصورة صحيحة. أني أنطي 30 يوم منه، أنطي 30 يوم أقول لهم هذه أسعار الأسلحة أشتريها من المواطن ماكو مشكلة، ابدا ماكو مشكله. زين بس برا ما اضبط المنافذ الحدوديه مالتي والتهريب والمسدسات دا تجيك من تركيا، هاي مين دا تجي مسدسات لوك بالكرتونه؟ مين دا تجي استيراد دوله؟ لا ماكو استيراد دوله. طيب شلون دا توصلك؟ راح نفتح قصه اخرى وهي قصه المنافذ قصص الحدوديه. اي طبعا اضبط المنافذ كل شيء بيها، اضبط خلي يصعد لي فوق على 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 فيش خابور وخل انطيه طرق التهريب
احدد هي المخدرات واحد، وتهريب البشر واحد، وتهريب السلاح واحد، وتهريب الدواعش واحد. خليه يروح يضبط هاي. احنا يرادلنا عمل وعمل مهني وناس مخلصين. هذا اليوم الخطوه مال ال 72 ساعه، لو تعرف ايش قد تطى الدعم لكثير من القوات الامنيه، حقيقه القوات الامنيه على مود وللشعب كذلك. الثقة تبدي تصير متبادلة. زين، هذه ثقة انه يابا التزموا يا قوات الامنية بهذا الموضوع ولا تخافون. انا اقول لك قد تكون الدولة الان تتمنى انه يكون عندنا ضباط وقيادات امنية ما يخافون، يقولون الحق ولو على رقابهم. انا اشكرك جزيل الشكر والتقدير للسيد سلمان البياتي الخبير الامني، وايضا شكر جزيل للسيد الكاتب الصحفي حمزة مصطفى، وشكري وتقديري للسيد فاضل ابو رغيف الخبير الامني. محبتي واحترامي لكم، وشكرنا جزيلا لمشاهدينا الكرام، ونقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، عاده الله عليكم باليمن والخير والبركة ومغادرة هذا الوباء، ويعم السلام والأمن على ربوع بلدنا ووطننا الحبيب. السلام عليكم. العالم